أود يعني بصراحة باسمي الشخصي وباسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعضاء وطاقما باسم كل رؤساء ورئيسات اللجان الجوية لحقوق الإنسان المتواجدين معنا اليوم من كل مناطق المغرب باش نعبر لكم على التشكر ديالي وعلى الفرح ديالي اللي قبلتوا هذه الدعوة اللي يعني اللي الآن بعد الموافقة الملكية الثانية غيتم يعني اعطاء اسم هذا المركز باسم باسم سليل هذا المركز. انتم عارفين يعني يمكن يعني ماشي ضروري باش نفسروا يعني علاش الاسم ديال المرحوم لهذا المركز. هنالك عده مغازي، هنا عده اسباب. المرحوم كان مهندس الأساسي واستراتيجي لمسار المصالحة اللي يسمح بما يعني ببروز المغرب اليوم. كان من رجل علم، كان أستاذ، ولكن كذلك كان من يعني رجل الكتاب باستمرار، رفيق الكتاب باستمرار. اللي عرفوه وكبوه العائلة ديالو سي أحيزون اللي كان من الطلبة ديالو قبيلة سي أحيزون، كان تيعاوني لي أنا سي أحيزون تاع السلام ماشي فقط من نفس القبيلة ولكن كذلك كان طالب ديالو. كان تيأكد على هذه العلاقة الخاصة اللي كانت عند المرحوم مع الكتاب مع العلم مع التكوين والتكوين المستمر. من إحدى أواخر الذكريات هو أنه في المصحة ديال بولون بيونكور خلال قبل يعني أسبوع قبل ما يدخل السفر ديالو الأخير كان سيقرأ كتب على الإصلاح الدستوري. يعني هذا الخوص كان مع المرحوم كذلك مرحوم آخر سي محمد البردوزي تيحضروا الأول ورشة علمية حول تفعيل يعني التوصيات الدستورية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة. كان تيقرأ في القانون الدستوري لأن ما كانش يعرف القانون الدستوري. هذا المركز هذا مركز إذا حنا فخورين أنه غيرفع على المستوى الوطني وكذلك على مستوى القارة الإفريقية كلها الاسم ديال المرحوم. بغي نأكد على فكرة واحدة فقط في الخلاصة وأنه هذا نتمنى أنه هذا المركز يصبح المركز ديالكم. حنا يعني أولا أحد الأهداف الأساسية ديال المركز هو تكوين طاقم وأعضاء المجلس على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. هنالك يعني الآن اليوم كانت الدورة الرابعة مثلا تكوين مع الأصدقاء ماركيش جاكار ولا دو لاغي اللي كان هو المكلف بزيارة السجون في فرنسا. كانت الدورة الرابعة لتكوين الأخوات ديال المجلس حول آلية الوقاية من التعذيب اللي غتصبح من صلاحية المجلس إن شاء الله قريبا. كانت عدة دورات في نفس الوقت. كانت دورة فيها أكثر من 20 مؤسسة وطنية ديال إفريقيا ما بتصحرا حول المقاولة وحقوق الإنسان. إذن هاد المركز هو مركز المجلس لتكوين أعضاء المجلس لتكوين يعني المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ديال القارة الإفريقية. كذلك نتمنى أنه هو يكون يصبح لكم ملك ديالكم. يعني جو فودغي أسيستي سور سيت ديرنيغ إيدي سي كو سو سونتر بور موا إي في بور كي سوا أوسي أ فوت سيرفيس إي أوفير أ تو فو بورتناريا. إي ديجا جو فوي سي ديجا إيسي nos amis de l'UNESCO avec qui on a fait un manuel d'éducation de la jeunesse à la citoyenneté et aux droits de l'homme et avec tout un programme de formation de formateurs. Je vois mes amis du HCR ici, Jean-Paul. Jean-Paul est là. Là aussi, il y a des formations sur la question migratoire et la question des demandeurs d'asile. Les amis du Conseil de l'Europe, Marcus Jäger. Notre maître à tous, M. Delarue, qui a été le visiteur des prisons, c'est depuis la cinquième fois. Hein, au moins, c'est la cinquième semaine au moins. Que tu viens, qui nous fait l'honneur de passer du temps avec les collègues, d'aller y compris faire les visites. Ils ont passé aujourd'hui à Okacha, c'est bien ça. Hein, aujourd'hui. Donc, ils font ce travail. Il y a d'autres partenaires probablement que j'oublie, comme l'OIM. Donc, j'espère que vous serez, parce que nous avons besoin, en fait, nous sommes tous porteurs des valeurs des droits de l'homme, de justice, d'égalité, de parité, mais il ne suffit pas de porter les valeurs. Il faut des compétences pour faire vivre ces valeurs.
assez souvent, nous confondons entre valeurs et compétences. Il n'y a pas de débat, nous avons tous ces valeurs, et donc c'est ces compétences dont ce pays, ce continent ont besoin. Donc en tout cas, merci d'avoir été là, et j'ai plaisir de remercier parmi nos partenaires aussi la Fondation Dismiskri pour la démocratie et les droits de l'homme, et de donner la parole à son président, mon ami Sismlet.